مش عيان، مش موضوع، لا مش هعرف انعس من غير السبحه بتاعتي. وسبحته 1000 خشب بيفضل يسبح لغايه ما تقع من ايده. مش هعرف اسبح من غير سبحه. قلت له سبح على صوابعك. قال لي المشبك ده مضايقني، شالوه. نايموني على جنب اليمين، نايمني على جنبه اليمين، وفجاه مشي. ولكن انا حاسه بيه في البيت على طول معايا. لو سمعنا حابه تقولي له ايه؟ ها؟ لو سمعنا حابه تقولي له ايه؟ هو سمعنا. طب حابه تقولي له ايه؟ هقول له قضيت احلى ايام عمري معاك. وحشتني جدا جدا جدا. وحشتني انا واميره وروضه، وطبعا عيلتك. يعني انا عيلتك هي عيلتي لغايه دلوقتي. لسه ما زالوا كلهم اخواتي وكلهم بيجوا لي. بحبك قوي يا حسن. ولو في يوم ضايقتك ارجوك قول لي. تعالى لي في المنام قول لي انا مسامحك. لاني ساعات ببقى قلقانه. قول يا ترى زعلته؟ يا ترى عملت حاجه ضايقته؟ فتعالى لي في المنام مره بقى. تعالى تعالى قول لي. انا كمان قضيت معاكي اسعد ايام حياتي يا رجاء. بحبك قوي، بحبك قوي. قلتي ان انا حطيت جوزي فوق راسي، كان هو اهم حاجه في حياتك؟ اهم من الشغل، اهم من كل حاجه؟ مش عايزه اخلط الاثنين. لا مش عايزه اخلط الاثنين. مش عايزين دموع. اهم، لا مش عايزه اقول اهم من الشغل. او هو كان حريص على شغلي كمان. لا وكان مش عايزه اقول الكلام الكبير. لا اصل شغلي كنت بضحي. لا ولكن انا كنت قبل ما انزل ابقى عارفه البيت هياكل ايه، ابقى عارفه ان البيت احتياجاته ايه. حسن ناقصه ايه؟ مكوته نزلت؟ الحاجات اللي هو عايزها للملعب، الشنطه بتاعته اللي بياخدها التدريب جاهزه ولا لا؟ لا يعني كنت عارفه كل شؤونه اللي هو بيعملها. وهو كان حريص على شغلي قوي. يعني كان ممكن يشوف مشهد يقول لي ايه رجاء، المشهد ده كان ممكن تعمل احسن من كده على فكره. فلا هو كان بيحبني، بيحب شغله، انا بحبه وبحب شغله. 6 سنين كانوا 6 سنين سود لما قطعتك الفنانه تحيه بعد التمثيل. 6 سنين كانوا مش لطاف ابدا.